ياسمين وبعد كل هالمعاناة يلي عاشتها بلشت تحس إنه غسان عم يرجع لها وإنه القدر رح يجمعهم عن قريب ورح يضلوا دائماً مع بعضهم، وبالأخير حبهم هو اللي رح ينتصر، وخصوصي إنه آخر فترة العلاقة اللي بيناتهم قويت كتير وصارت تتوقع إنه غسان بأي لحظة رح يعرض عليها الزواج. ياسمين؟ إيه؟ بس بدي أسألك سؤال. هلا وهون؟ يعني ما كنت متوقع هالشي؟ هون يعني هون بالفرن بدك تسأل؟ خلص موافقة، قلي شو بدك؟ يلا قول شو؟ ها؟ شو؟ قول، أنا جاهزة، قول أنا جاهزة، شو بدك؟ أنا قبل الحادث كنت حب الفطاير بالجبنة ولا باللحمة؟ بس أصعب موقف إنه تكون متوقع سؤال ببالك ويطلع غير. بالجبنة. ياسمين؟ آه. في سؤال لازم قلك إياه. ياسمين بكل لحظة وبكل دقيقة كانت جاهزة لتقول موافقة. جاهزة غسان، قول شو؟ لكي بتعرفي جاكيتي الرمادي؟ لقيت عليه بقعة، إذا غسلته على الناشف بتروح؟ ولا أغسله بالمي؟ يعني أكيد أنت بتعرفي أكتر مني. بس غسان ما عم يسأل السؤال يلي عم تستناه وما عم يفهم. عم تسألني عن الجاكيت؟ إيه؟ أكل هم الجاكيت تبعك يعني؟ ها؟ ايه روح اعطيه للمصبغة خلصني. ايه ماشي، بس ليش كل هالقد معصبة؟ ما عصبت، ديما عم تستناني على الفطور. وانت روح كل فطاير الجبنة يلا. ياسمين؟ عرفانة انه رح يسألني، الحمد لله يا رب. قلي لا تنسي فطاير تبعك. خلص ياسمين فقدت الأمل من هالموضوع. أهلين وسهلين أمي، هلا شفتكم أنتوا جايين سوا. شو رحتي أنتي وعمو غسان محل الفطاير؟ بالفترة الأخيرة كأنه صايرين قراب من بعض. لا قراب ولا شي. سكري هالباب بنتي، ليش تاركتيه مفتوح؟ التقينا بالصدفة بالمحل ومشان ما أجي لحالي عم حضرته أجا معي. دبحني بأسئلته، أنا أطيب الفطاير بالجبنة ولا باللحمة؟ أنا شو دخلني بأكله؟ يصطفل ماما. طيب هدول الصدف اللي عم تصير معك لأنت رح تضل تصير، يعني كل العالم تعرف إنه بتحبوا بعض وما في شي حالياً يوقفكن. وطبعاً لازم يصير في شي جدي، ما عم تحكوا بالزواج بنوب؟ شو شايفتيني راكدة ورا الزواج؟ أنا ما بركض ورا حدا بنوب. لو هالموضوع هاممني وبدي اتجوز كنت اتجوزت من زمان، وكنت عرفتي شو يعني جوز ام. لا تغزينا، ما حكينا شيء. لانه انا ما بدي، ما تجوزت لهلا، فهمتي؟ مو لانه غسان ما عم يعرض علي الزواج لهلا. واذا اجى هلا وعرض علي الزواج رح اسكته واقول له حل عني بقى، ما بدي. طيب خلص سكري عن الموضوع بقى، حطي الفطاير يلا يلا، رح تتاخري على مدرستك يلا. حاضر. غسان ليش لهلأ ما عم تعرض علي الزواج؟ معقول ما بدك ياني يعني؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.